مدير الكره في النادي الاهلي كان بيتكلم على انه كابتن وليد سليمان لاعب الفريق هينضم ان شاء الله بكره للتدريبات الجماعيه استعدادا طبعا للمواجهات المقبله واولها ماتش الترسانه. وقال كابتن سيد عبد الحفيظ انه وليد كان بيعاني من كدمه قويه في واحد من الاضلاع حرمته من ان هو يشارك في ماتش طنطا الاخير طبعا في الجوله اللي بتحمل رقم 30 في الدوري، واللي قدر الاهلي انه يحسمها 1-0. واكد انه سليمان ان شاء الله هيكون جاهز بدايه من بكره عشان يكون موجود في التمرينات الجماعيه للفريق. يمكن كمان كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هو دلوقتي